حاصرت قوة الاحتلال الإسرائيلي جميع المستشفيات وعدة مبان في جنين. وكشفت وسائل الإعلام الفلسطينية عن وقوع 8 إصابات بعد استهداف الاحتلال شقتين سكنيتين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. لنحو 8 أشهر متواصلة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولا يزال المجتمع الدولي واقفا ومتفرجا على ضرب إسرائيل لكل الأعراف والقوانين الدولية. جيش الاحتلال يواصل العدوان على المدنيين من الشعب الفلسطيني، فيعانون التشريد والجوع وانتشار الأمراض. آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية. كما أصبح الوضع الصحي في قطاع غزة على شفا الانهيار، حيث لا توجد مستشفيات تعمل الآن في شمال القطاع بعد أن كان هناك 36 مستشفى تعمل في القطاع قبل 7 أكتوبر لخدمة 2,300,000 فلسطيني. مؤخرا خرج مستشفى العودة عن الخدمة بعد حصار استمر لعدة أيام، كما خرج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة أيضا. تستمر معاناة مرضى الكلى في الوصول إلى هذا المكان لحصار الاحتلال لهذا المكان، وأيضا في حصارهم من قبل الطيران والمدفعي في ضرب القذائف في محيط مستشفى كمال عدوان. لذلك هؤلاء المرضى يتأثرون خوفا، لذلك لم يصلوا لهذا المكان. فإننا نناشد جميع المؤسسات الدولية، وهذه هي النقطة الوحيدة لمرضى الكلى في غزة والشمال. مريض الكلى باجي هنا بنغسل الكلى إلى أكثر من 15 يوم ما غسلتش، وعشان في صعوبة بالطريق. ويعاني القطاع الصحي من نقص جميع المستلزمات الطبية، كما سجلت الفرق الطبية المنتشرة في جميع أنحاء القطاع عددا من حالات الوفاة بسبب نقص وسوء التغذية. أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن وقوع أحداث عنف في أحد المواقع في شمال إسرائيل. هذا وقد وقعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين متشددين أثناء محاولة إبعادهم عن الموقع الذي تم إغلاقه في شمال إسرائيل بسبب مخاوف من احتمال استهداف المنطقة من قبل حزب الله اللبناني.